المشكلة؟ والله المشكلة زي ما انت شايف مركز الشباب دايما مقفول. تمام. ليه بقى؟ ما الموظفين بيجوا ساعتين الصبح وعلى كده. المفروض يبقى فيه يعني انشطة، مفهوش اي نشاط لا ثقافي ولا رياضي ولا اي حاجة. الموظفين يجوا ساعتين اللي هم اثناء الدراسة، تبقى الشباب في يا اما في المدارس يا اما في الشغل، غير كده اي وقت تاني يبقى مقفول. نادي الشباب والرياضة هنا ما فيش اي شغل، مقفول على طول، بيشتغل ساعتين في اليوم. الموظفين كله بيدور على مصلحته، محدش سأل في الشباب ولا اللي عايزه الشباب في البلد، واخلاق بما بحكم ان احنا في قرية ومحدش من المسؤولين متابع، واخد لبالك الكلام ده كله عمل فراغ كبير في القرية. اول حاجة مركز الشباب ده بيتفتح ساعتين في اليوم، رغم ان انا عندي مركز الشباب لازم يتفتح يعني تقريبا يبقى شغال اقل حاجة 12 ساعة عشان اعمل فيه انشطة. انا عندي الملعب بتاع مركز الشباب، اي نعم هو ملعب صغير، مش مشكلتي في ملعب صغير، بس مشكلتي في الشجر ده، ولا اقدر اعمل فيه نشاط رياضي ولا نشاط ثقافي ولا نشاط اجتماعي ولا اقدر اعمل فيه اي حاجه. واحد بيجي يمضي للكل وبيقعد له نص ساعه ولا ساعتين وبيمشي على طول، ما فيش يعني ما بيعملوش اي نشاطات. ما انت لو حبيت تروح مكتبه تلعب رياضه تروح فيه؟ احنا ما بنروحش اصلا، انما مش موجوده، مش ما فيش اصلا. زي ما انت شايف القريه كده ما فيش حاجه تسمح ان انت تروح. بالنسبه لمركز الشباب الرياضه هو بيبقى ايه، يفتح الصبح بس وباقي فترة اليوم بيبقى فاضي. تمام. تاني حاجة مثلا لو دخلت اخش المكتبة الاقيها ايه، التراب عليها وكتب فاضية، يعني الرفوف فاضية مفيش كتب. تمام. تاني حاجة انا يعني وزير الشباب والرياضة اكيد بيمولهم في فلوس يعني وكل حاجة، بس اللي اعرفه مثلا يجي مثلا لو في ندوة ولا حاجة ينزل الكراسي والميكروفونات 5 دقائق، يعني لو في مسؤول ولا حاجه جاي يلاقي الكراسي محطوطه وتمام، بعد كده يشيل الكراسي ما تشوفش اي حاجه. تمام. انا دلوقتي الملعب ده فيها ايه لو انا شلت الشجر ده كله وعملت ملعب، عملت دورات كوره للشباب بتاع القريه، بتفتح ساعتين في اليوم لو اتفتحهم اساسا. فين 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 وكيل وزاره الشباب؟ فين وكيل وزاره الشباب والرياضه؟ فين المسؤول عن الشباب والرياضه في سوهاج؟ عشان خاطر المركز زي ده مقفول ما بتفتحش، دايما مقفول ما فيش شايتها حاجه. يعني انت لو خشيت صورت كده جوه ما هتلاقيش شايتها حاجه خالص. كور ما فيش، نشاطات ما بيعملوش، في شايتها حاجه خالص اساسا. ما فيش مركز يعتبر مركز شباب اساسا، ده اول حاجه، لانه ما فيش اي حاجه زي ما انت شايف وضع الوضع الحالي مقفول، وما فيش اي حاجه، ما فيش اي لعب فيه ولا اي حاجه ولا اي تنميه للشباب ولا اي حاجه ولا اي حاجه تنتهي للشباب اساسا. البلد يعتبر زي المدفونه بالحياه. فين المسؤولين؟ فين كل وزارة الشباب والرياضة؟ فين الشخصيات دي كلها؟ امال هم عاملين له مبنى كده فرق؟ مبنى اديك زي ما انت شايف يا محمود، اديك انت جاي دلوقتي الساعة 4 او الساعة 4 ونص، مركز الشباب مقفول. زي ما انت شايف المسؤولين والإدارة بتاعت الشباب والرياضة بتاعت مركز والقرية بتاعت بني واصل، ما فيش أي نفع من المركز وما فيش أي فايدة، المصريين كلهم نايمين والبهوات بيفتحوا ساعتين أيام في وقت التدريس والمدرسة، وبعد كده زي ما أنت شايف أبيض وأبيض، لا في نشاط ثقافي ولا اجتماعي ولا رياضي ولا أي حاجة. وقت الفراغ بتاع مثلا بقضيه ما ألاقيش مركز الشباب قافل، بروح أقضي على الكوبري مع أصحابي كده يعني، بس مثلا لو عايزين نخش مركز الشباب عشان نعمل حاجة بنلاقيه فاضي. احنا وقت فراغنا بنقضي على القهوة، هنقعد فين يعني؟ مش أكتر من القهوة، أدينا قاعدين على القهوة لحد ما ربنا يعدلها. ممكن نروح لمركز الشباب بتاع سهولته، يعني شوف من هنا للقهوة. بس هذا اللي بنروح فيه، يعني ما فيش أي حاجة يعني تخلي الشباب أو كانت حرفة أو أي حاجة تنتبه الشباب هنا في القرية دي. عايزين نادي للبلد، احنا نطلب الحكومة لنادي للبلد للشباب دي. ويقول لك الشباب موجود على القهوة، الشباب قاعد على القهوة. الشباب مش عارف ايه، قاعد الشباب قاعد على القهوة، قاعد الشباب مش عارف ايه، قاعد الشباب. طب انت عملت حاجة للشباب عشان خاطر تقول ان الشباب قاعد على القهوة؟